سمح من رايحين اللغة الفرنسية. في الفقرة إن شاء الله سنرى بعض الرموز وبعض الإشارات التي تصادفنا أثناء الكتابة. إذن سنتكلم عن لي برينسيبو سين دو بونكتياسيون. إذن نتكلم عن أهم إشارات الترقيم. لا بونكتياسيون مقصود بها الترقيم، ومن الفعل بونكتيي يعني رقمة. أول إشارات الترقيم في الفقرة لابوستخوف. لابوستخوف طبعا نضعها عندما يكون عندنا صوتيان بين أداة وكلمة في الغالب، يعني الأولى تكون منتهية بصوتي ثم الكلمة الموالية تكون مبتدئة بصوت آخر. إذن طبعا نحذف الصوت الأول ثم نضع أبوستخوف. إذن نحذف الصوت الأول ثم نضع هذا الأبوستخوف. فمثلا كلمة ليكول أنها في الأصل تتكون من لا ثم إيكول، فالأصل علينا أن نقول لا إيكول تماما كما نقول لا بوم مثلا التفاحة. لا إيكول يعني المدرسة. طبعا كما نلاحظ بأن الأداة لا أنها تنتهي بأ، أنها تنتهي بصوتي، ثم عندنا كلمة إيكول تبتدئ بصوتي. إذن سنحذف الصوت الأول ثم نضع أبوستخوف. الإشارة الثانية عندنا أستيريسك. أستيريسك إذن هذه الإشارة تسمى أستيريسك. ثم جيمي. جيمي نقول أنتر جيمي يعني بين مزدوجتين. ثم عندنا هذا الخط المائل يسمى باغ أوبليك. كلمة باغ ممكن أن تأتي في عبارات كثيرة طبعا ذات معاني مختلفة. الذي عندنا هنا أن كلمة باغ تعني هذا الخط المائل باغ أوبليك. باغ أوبليك ثم باغ أوبليك أنفيرس. ثم باغ أوبليك أنفيرس. أنفيرس المقصود به كونتخير يعني أنها عكسية. أنفيرس يعني أنها مقلوبة أو في الاتجاه المعاكس. إذن أنفيرس. إذن باغ أوبليك أنفيرس. إذن عندما تكون إلى اليمين نقول باغ أوبليك، عندما تكون إلى اليسار نقول باغ أوبليك أنفيرس. ثم كروشي يعني معقوفات. كروشي كروشي إذن كروشي المقصود بها معقوفات أو معقوفتين. طبعا كما نرى هذه دو بوان. إذن عندنا دو بوان يعني نقطتان. ثم عندنا بوان فيرغول. بوان فيرغول. بوان فيرغول إذن نتكلم عن نقطة فاصلة. بوان فيرغول نقطة فاصلة. ثم علامة إيغال علامة تساوي. إذن هذه إشارة إيغال. إيغال إشارة تساوي. ثم عندنا إشارة دولار. دولار إذن هذا الرمز يشير إلى عملة الدولار. طبعا ممكن أننا نضيف عدة عملات أخرى مشهورة عالميا مثلا رمز الأورو. رمز الأورو هذه عملة أيضا مشهورة عالميا. ثم عندنا بوان ديكسكلاماسيون. بوان ديكسكلاماسيون علامة التعجب. علامة التعجب بوان ديكسكلاماسيون. ثم عندنا هذا الرمز يشير إلى أكبر من. إذن نقول سوبيريور أ. سوبيريور أ. سوبيريور يعني أنه أكبر. سوبيريور أ أكبر من. إذن هذا أكبر من هذا. سوبيريور أ أكبر من. عكس ونقول انفيريور ا. انفيريور يعني انه اصغر. انفيريور ا يعني انه اصغر من. ثم عندنا هذا الخط الصغير طبعا ياتي في مواضع كثيره. ممكن انه ياتي للدلاله على موه يعني ناقص كما يقع في الحساب، او تيغي يعني نقول عريضه، او خط صغير. او خط صغير تيغي او بيان تري دينيون أو بيان تري دينيون. إذن كما لو نتكلم عن خط الربط. كما لو نتكلم عن خط الربط. إذن لينيون كلمة لينيون المقصود بها الاتحاد أو الشراكة أو الزواج. إذن تجيب هذه المعاني. هذه كلمة لا يونيون. إذن نقول لينيون يعني الاتحاد أو الشراكة. طبعا عبارة تري دينيون
أنها تعني خط الاتحاد، خط الشراكة، خط الزواج، ولكن المقصود أنه خط الربط، يعني أنه يربط بين كلمتين أو أكثر للدلالة على معنى معين. هناك بعض الكلمات مكونة في اللغة الفرنسية من كلمتين أو أكثر، مثلا بورت أفيون، حاملة الطائرات. إذن هذه كلمة بورت يعني حمل، ثم عندنا أفيون طائرة، إذن بورت أفيون تتعني هذه السفينة الكبيرة. طبعا أن هذه الكلمة مكونة من كلمتين، تتكون من كلمة بورتي يعني حاملة أو حمل بورت، ثم كلمة أفيون، ثم أنها تتكون من كلمة أفيون التي تعني طائرات. إذن الكلمة ككل هي بورت أفيون يعني حاملة الطائرات، أو نقول مثلا بورت باجاج، بورت باجاج حاملة أمتعة السيارة مثلا، أو بورت بيبي يعني حاملة الرضيع مثلا، بورت كلي مثلا حامل المفاتيح. إذن هذه الأداة الصغيرة تسمى بورت كلي. إذن الكلمة كما نلاحظ تتكون من كلمتين، يعني هذه الكلمة ككل تتكون من كلمتين. عموما هذا الخط الصغير يأتي للدلالة على موا تيغي و بيان تخي دونيون. ثم عندنا بارونتيز، بارونتيز يعني قوسان أو أقواس. إذن أونتخ بارونتيز المقصود بها بين قوسين، أونتخ بارونتيز. ثم عندنا هذه الإشارة التي تدل على في المئة، بورسون، بورسون يعني في المئة. نقول مثلا 30% يعني 30%، 30% 30%. ثم عندنا كلمة بوان أو لو بوان يعني النقطة، بوان نقطة. ثم عكس موان عكس ناقص، طبعا نتكلم عن ذلك الخط الصغير عندما يأتي في معنى ناقص، عندما يكون معناه ناقص موان. إذن عكسه، إذن عكس المعنى هو بليس. إذن هذه إشارة بليس، إشارة زائد. إذن بليس المقصود بها زائد. طبعا هذه الكلمة اللي تنشوفوا، هذه الكلمة مكونة من أربعة أحرف كما نرى بليس. إذن في مواضع أخرى أنها تكتب نفس الكلمة ولكن بمعنى آخر. طبعا وعندما تأتي بمعنى آخر أنها لا تنطق بليس، أنها تنطق بلي مثلا. إذن نقول مثلا إل نو ريست بلي، لم يتبقى شيئا، إل نو ريست بلي يعني أنه لم يبقى شيئا. إذن هاد كلمة بلي هي ديال لا نيغاسيون، ديال النفي، ماشي هاد بليس اللي عندنا هنا. ثم عندنا هاد الإشارة التي تسمى دياز، دياز، دياز. ثم كما نعرف عندنا بوان دانتيروغاسيون، ثم كما نعرف عندنا بوان دانتيروغاسيون، نقطة الاستفهام. طبعا كما نقول نحن علامة الاستفهام، بوان دانتيروغاسيون، بوان دانتيروغاسيون، نقطة الاستفهام. ثم عندنا هاد الخط الصغير، إذن هاد الإشارة طبعا هو خط أطول شيئا ما من الخط الذي ذكرنا قبل قليل، والذي يعني تيغي أو بيا تخي دونيون أو بيا موا. إذن طبعا هذا الخط هو أطول شيئا ما لكنه أسفل منه، يعني أنه يكتب أسفل منه كما نلاحظ. إذن اسمه يدل على هذا سولينمو، كما نرى بأن كلمة سولينمو أنها مكونة من كلمتين، كلمة سو التي تعني تحت، ثم كلمة لين، ثم كلمة لين التي تعني خط. إذن كما نتكلم عن خط أسفل، إذن نقول سولينمو عند علاقة بفعل سوليني يعني أنك تسطر تحت، سوليني، سوليني يعني أنك تسطر تحت. ثم عندنا هذه الإشارة المعروفة التي تسمى أروباز، أروباز، أو تسمى أكوميرسيال، أكوميرسيال. كما نتكلم عن أ تجارية، أو تسمى أيضا أغوب، أو تسمى أغوب. إذن تسمى أغوباز أو بيان أكوميرسيال أو بيان أغوب. ثم هذه الإشارة أو هذا الرمز الذي يسمى إسبرليات، هذه الإشارة التي تسمى لإسبرليات أو بيان أكوميرسيال. إذن كما نتكلم عن أداة عطف أي كما نرى، ولكن كوميرسيال
إذا كما نقول بأنها تجارية. إذا عندنا اي كوميرسيال أو بيان اسبرليات. إذا هذا الرمز يسمى لاسبرليات. إذا اسبرليات افيك دو تي أو بيان افيك ان سول تي. إذا ممكن تكتب بدو تي أو بالتي واحدة. ايغالمون ابلي أيضا تسمى بارليات. تسمى أيضا بارليات أيضا بدو تي أو بيان افيك ان سول تي. إذا نقول بارليات أو بيان بارليات أو أي أو أي أو أن تسمى أي كوميرسيال. إذا تسمى أيضا أي كوميرسيال كما قلنا يعني أي تجارية. ثم الإشارة الموالية تسمى فيغيل. قبل قليل رأينا بوان فيغيل نقطة فاصلة. نقطة فاصلة هنا عندنا فيغيل عندنا فاصلة. ثم عندنا أكولاد أكولاد ليزا كولاد. إذا كمان نتكلم عن قوسين من هذا الشكل. إذا تسمى أكولاد أكولاد. ثم عندنا هد الإشارة أو هذا الرمز الذي يسمى تيلد الذي يسمى تيلد. إذا كما نرى يشبه أس مقلوبة يشبه أس مقلوبة. إذا يسمى تيلد. وفي الآخر quels sont les signes de ponctuation. إذا ما هي إشارات الترقين طبعا الموجودة في هد الصفحة. غولي شاك سين دو بونكتياسون أسنو غولي شاك سين دو بونكتياسون أسنو. اربط كل رمز للترقيم باسمه. عندنا مجموعة إشارات للترقيم ثم عندنا أسماء. إذن فلنربط كل إشارات باسمها. إذن نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.